السلام عليكم يا دكاترة، ازيكم واخباركم ايه؟ ان شاء الله النهاردة احنا مع بعض في محاضرة لطيفة للتكنيكس، ثاني محاضرة للتكنيكس اوف لوكال انستيزي. قلنا قبل كده ان في عندنا بيزك تكنيك او اسينشال تكنيك وفي اوكزاري تكنيك. من اول واحدة في الاسينشال تكنيك الماكسيلاري تكنيكس. ماكسيلاري تكنيك لازم نبقى عارفين الاول احنا بنخدر ايه او احنا بنتكلم عن ايه. احنا بنتكلم عن التكنيكس اللي ممكن استعملها، التكنيكس اللي ممكن اشتغلها في الماكسيلا. طيب احنا عندنا ايه؟ احنا عندنا كام نيرف سبلاينج الماكسيلا؟ anterior superior alveolar supplying anterior teeth, medial superior alveolar supplying premolars, posterior superior alveolar supplying upper posterior teeth, mesopalatine supplying palatal recovery ostium of the anterior region of the palate, وال greater palatine nerve supplying posterior teeth بما فيها premolars. دي nerves supplying maxilla from buccal surface, teeth, pulp investing structure و palatal mucopurioscia. طيب ده بالنسبة للانفلتريشن، يعني ممكن اعمل فلتريشن لده او ده او ده او ده او ده، تمام؟ ازاي؟ ده نقوله بعد شوية. طيب هل ممكن اعمل نيرف بلوك؟ قالك اه. تفتكروا المقولة او الستيتمنت اللي قلتها لكم قبل كده ان كل مكان اقدر اخدره بالفلتريشن ممكن يخدر بالبلوك، والعكس غير صحيح. كل مكان اقدر اخدره بالبلوك او كل مكان بتخدر بالبلوك لا يمكن اقدر اخدره بالانفلتريشن. طيب لو انا هخدر المجزلة بالبلوك اسميها ايه التكنيكس دي؟ قالك امسك كل نيرف وحطه قدامه كلمة بلوك. انا كاتب لك ايه؟ every above اللي هو الموف ده، every above nerve اللي هو الموف ده تاني can be blocked. يعني تقول ايه؟ anterior superior alveolar nerve block، medial superior alveolar nerve block، posterior superior alveolar nerve block، nasopalatine nerve block and greater palatine nerve block. تمام؟ يعني تاني هنعمل conclusion للسلايد دي، هنقول المجزلة اللي عندي اساسي بتتخدر بالايه؟ بالانفلتريشن. وزي ما قلنا زي اي tooth او اي quadrant او اي سن او اي مكان اقدر اخدره بالانفلتريشن اقدر اخدره بالبلوك، لكن العكس غير صحيح. types of infiltration of injection procedures. nerve block deposition، يعني انا كمان ايه بذكرك يعني ايه بلوك يعني ايه infiltration. كلمة بلوك هنا دي مع الصورة طبعا. كلمة بلوك هنا بيقول لك deposition of local anesthetic solution within the close proximity to the main nerve trunk. يعني بوضع الانستيزيا بعمل لها انجكشن للمين نيرف ترانك اللي هو الجزع زي ما قلت. طب الفيلد بلوك deposition of the anesthesia in the proximity to the large nerve branch، نجيب اكبر برانش ونحط جنبه الانستيزيا. طب الفلتريشن بتحط فيها بتحطها فين؟ قال لك الترمينال نيرف اندنج وليس الفري نيرف اندنج. اما تيجي حضرتك تخدر الفري نيرف اندنج دي اسمها توبيكال انستيزيا مش انفلتريشن. انفلتريشن ترمينال نيرف اندنج، والصوره دي متعاده ومتكرره بس انا جبتها لك ايه جنب بعضها عشان تبقى عارف. ده ايه؟ قولوا معايا ده ايه؟ انفلتريشن. وده فيلد بلوك وده نيرف بلوك. infiltration techniques. طب الانفلتريشن يا دكتوره انتوا بتسالوني المفروض نوع واحد او طريقه واحده ولا ليه اكتر من طريقه؟ قال لك ليه اكتر من طريقه. من اسمه قبل ما اشرح حضرتك هتفهم وهتعرف يعني ايه. types submucosal، suprabriostial او parabriostial وsubbriostial. طبعا المعنى واضح بس هنشرحه تاني. submucosal injection in needle is inserted at a slight depth just below the mucous membrane،
يعني لو حضرتك كنت مدخل النيدل يا دوبك 2 ملي تحت الميكوزة اللي باينة في وشك على طول، indicated when need superficial anesthesia. حضرتك عندك حاجة بسيطة كده superficial وعايز تشيلها، يبقى محتاج الصاب ميكوز. It is not suitable for tooth extraction. محدش يقول لي هو انفلتريشن تكنيك هدي صاب ميكوزا انجكشن نوع، يعني نوع الانفلتريشن صاب ميكوزا واعمل بيه اكستراكشن، اقول لك لا غلط. البيشنت هيحس وهيعيط وهيصرخ ومش هيحصل له انستاتيك اكشن جوه التوس بتاعتك، يبقى مش هقدر ايه اخلع بالصاب ميكوز. indicated for removal of soft tissue lesion. زي ما قلت لك عندك حاجه بسيطه موجوده قدامك في الميكوزا في السوفت تيشو اقدر اشيلها بالصاب ميكوزا التكنيك. سوبرا اور بارا بري اوستيال انجكشن، هل الاثنين واحد؟ اه الاثنين واحد. سوبرا بري اوستيال هي هي بارا بري اوستيال. مور كومنلي يعني ايه سوبرا بري اوستيال؟ يعني في فوق البري اوستيال. وعايز اقول لكم ان الليرز بتاعتنا بالترتيب من بره لجوه، عندك الميوكوزا وتحتيها الصب ميوكوزا وبعد كده البري اوستيوم وبعد كده البون، يبقى ميوكوزا بري اوستيوم بون. اكوردنج لوجود النيدل بتاعتك فين تدلك على التكنيك. لو انت تحت ميوكوزا يبقى اسمها صب ميوكوزا، لو انت فوق البري اوستيوم يبقى انت اسمها ايه؟ سوبرا بري اوستيال اور بارا بري اوستيال يعني حواليه. طب هو حد يقول يعني ايه البري اوستيال يا دكتوره؟ البري اوستيال ده اول طبقه من البون، لكن هي مش بون، امال هي ايه؟ قال لك عباره عن لير خفيفه قوي فيها بلاد فيسلز، وبنعتبرها طبقه من البون لكن مش طبقه من الميوكوزا. طب ليها وظيفه يا دكتوره؟ لازمتها ايه؟ وظيفتها ان هي بتعمل بون جينيريشن اور بون سينثسايز، بتكون البون بصفه مستمره. حضرتك من وانت صغير لغايه فتره من العمر البري اوستيوم شغال، ومع لو انت بتاكل وكلت حاجه ناشفه او اتخبطت او حصل خبطه شديده ممكن قوي البري اوستيوم او ممكن قوي البون يحصل ريزوربشن. لو انت عندك يعني تروما من توس في اللور من الابر او العكس مثلا، ممكن باي تايم يحصل تروما والتروما دي تعمل لك بون ريزوربشن خفيف. قالك اللي بيعوض البون ريزوربشن الخفيف ده او بيعوض البون ريزوربشن بصفه عامه البيري اوستيال لير. انا بس حبيت افهمك يعني ايه بري اوستيوم، ولو انت عايز تعرفها اكتر ارجع لاي سايت واكتب على اي سايت هيستولوجيكال فيتشرز او هيستولوجيكال كونتنت او هيستولوجيكال لاير في بري اوستيوم، هيطلع لك الكونتنت بتاعته ووظيفته وكل حاجه. نرجع تاني بقى للجزء بتاعنا، قلنا السوبرا بري اوستيوم والبارا بري اوستيوم انجكشن مور كومنلي بات انكوركتلي كولد لوكال انفلتريشن. يعني ايه؟ يقول لك احنا بنقول عليه السوبرا بري اوستيوم او البارا بري اوستيوم انفلتريشن، لكن هو scientifically incorrect ما تهمكش قوي. It is the most frequently used technique for obtain bulbal anesthesia. اقول لك طالما انت بتحط جنب البري اوستيوم هينفذه جوه البون عن طريق البو ويدخل جوه التوس ستراكشر من الايبكس عن طريق الايه؟ عن طريق البورز اللي موجوده في البون. The needle is inserted above the periosteum. طالما قال لك سوبرا او بارا تبقى اباف الايه؟ البري اوستيوم. انا جايبه لك الصوره دي كده عشان برضو ايه تبقى الصوره واضحه. انت عندك ده الروت اهو تمام، وده البون اللي شايله، وده البري اوستيوم اللي هو اول طبقه قلت عليها من البون. انت حضرتك بتحط الانستيزيا هنا، بتدخل هنقول بالسبريدنج هنا او بالانفلتريشن هنا عند البورز. البورز دي بتدخلها للايبكس يخدر لك التوست تو بي اكستراكتد اور تو بي مانيبيوليتد. بري اوستيال اور بارا بري اوستيال انجكشن، بعض البوينتس اللي المفروض تبقى عارفها. اذر نيم المفروض الاسم الحقيقي ده اسم الدلع بقى، لوكال انفلتريشن اور بارا بري اوستيال انجكشن. نيرف انستيسايز زي ما قلنا لارج تيرمينال برانش سبيديو دنتال نيرف، وقلت سبيديو دنتال نيرف بصفه عامه عشان ما يبقاش يعني انا مش محدده السنه، فممكن قوي يبقى تيجر سبيريور الفرر او ميدل او بوستيريور سبيريور الفرر. اريا تو بي انستيسايزد
the entire region innervated by the large terminal branches of this plexus. يعني entire region يعني المكان اللي انت supplying او المكان اللي هو بيحصله innervation بالterminal branches of this plexus. اللي هيتخدر البالب والانفستنج استراكشن اللي هي البون والبيضونتال ليجمنت اللي يقصد بيها انفستنج استراكشن. في حد قبل كده سالني يعني ايه دكتوره انفستنج استراكشن، قلت له هو البون والبيضونتال ليجمنت اللي حوالين التوست، والتالت حاجه البكال ميوكوبريوستي. انديكيشن انت بتعمل بيها بالب الانستيزيا اوف ماكسيلري تيس وين تريتمنت از ليميتد تو 1 اور 2 تيس. يعني ايه حضرتك عايز تخلع سنه واحده ادي انفلتريشن، حضرتك عايز تخلع سنتين اوكي ادي انفلتريشن في الاثنين، حضرتك عايز تخلع ثلاثه جنب بعض ممكن، انا بتكلم على المكسيلا ابر ممكن تدي انفلتريشن في الثلاثه، وممكن بقى ساعتها تدي ايه نيرف بلوك اللي هنتكلم عليه كمان شويه. كونترا انديكيشن والكلام ده عشان قلت لكم الكلام مكرر ومعاد، لو في عندك انفكشن قلنا مش هينفع بقى انفلتريشن. وليه ليه ارجع بقى للمحاضره اللي بنشرح فيها الجزئيه دي. Dense bone covering the apex of the teeth can be determined only by trial and error. يعني ايه واحد عظمه سميك وربنا خلقه كده تيجي تديه انفلتريشن عنده البورز جوه المجزيلاري بون او جوه المجزيلا الانفلتريشن ضعيف قوي، البورز سوري ضعيفه فما بيحصلش انفلتريشن. طب انا اعرف مين يا دكتوره؟ وانا كل واحد يجي يخلع سنه اعمل له سي تي عشان اشوف شكل العظم هنا ايه او كون بيم يعني؟ قلت لك لا انت هتدي انفلتريشن نفعت بس اوكي ما نفعتش يبقى البيشن ده عنده المشكله دي اللي هي ايه دينس بون كفرنج ذا ابيكس. طيب ذا بيرمننت ماكسيلاري فير سمولر ان تشيلدرن، انا بتكلم على كونترا انديكيشن يعني امتى ما ينفعش انفلتريشن، دي تالت حاجه. ذا بيرمننت ماكسيلاري فير سمولر ان تشيلدرن as its apex may located between the zygomatic bone which is relatively dense. في الاطفال الدايمنشنز بتاعت الاورجنز صغيره، هتلاقي الدايمنشنز قريبه من بعضها. بمعنى ايه؟ لو حطينا كلنا دلوقتي واحنا وانتم معايا تسمعوا المحاضره ايدينا على الزيجوما زيجوماتيك بون اللي هي الحته البروميننت البارزه في الوجه، قال لك الزيجوماتيك بون دي ريليتد لايه؟ للابر 6 للابر 6. طيب الابر 6 يا دكاتره بالنسبه للاطفال وعلشان الدايمنشنز بتاعت الاورجنز لسه صغيره وبتاعت وش البون بتاعه صغير، فهتلاقي التو الروتس بتاعت السكس تحت الزيجومات البون على طول. تيجي حضرتك تدي انفلتريشن وتخلع له مثلا او تعمل له انتو الطفل يصرخ ويعيط، يبقى انت عارف مسبقا ان عياطه وصريخه ده مش عشان هو ولد شقي او مش عايز يقعد او عن كنترول، لا اعرف ان فعلا حاسس ببون وخصوصا لو انت بتشتغل في الاريا دي. The apex of an adult central incisor may also be located beneath the denser bone of the nose. حالة أخرى، طبعا الكلام الحالتين دول مش أو يعني الحالات دي مش common، الكونترا انديكيشن دي خصوصا رقم ثلاثة مش common بس موجودة. الابكس بتاع الأبر سنترال في بعض الناس موجودة تحت النيزل بون، والنيزل بون عظمها دنس، قالك ممكن قوي تدي انفلتريشن يحصل له بعد كده ايه فيلير، مش هتعرفها برضو الا لما تعمل ترايل ويحصل ايرور، فهتلاقي ايه ان الايه السنه ما اتخدرتش. ادفانتج السكسس ريت بتاعه اكتر من 95%، تكنيكالي ايزي انجكشن ويوجوالي انتايرلي ان اتوماتيك، يعني ما بي ما فيهوش مشاكل في الشغل والتكنيك ايزي وما بيعورش العيان ما فيهوش اي تروما لاي حاجه. الفلتريشن ده اسهل تكنيك ممكن تعمله، انا عايز اقول اسهل كمان من التوبيكال، يعني التوبيكال بتنك ضاغط على القطنه في بول عيان والعيان متضايق، لكن دي بانكشر انستيزيا تدي الكربوله بتاعتك والموضوع بيخلص على كده. ديس ادفانتج نوت ريكومندد فور لارج اريا بيكوز ذا نيد فور مالتيبل نيدل انسرشن، مش هشرحها بقى مشروح. ذا نيسيسيتي تو ادمنستر لارج توتال فاليوم اوف لوكال انستاتيك، لو انت هتخلع حركه تخلع اكثر من سنه هتدي ثلاثه كربولز. The needle puncture of tissue can lead to permanent or transition damage to the structure in the area. لكن needle puncture بتؤدي لإيه؟ في بعض الأوقات permanent أو damage to أو permanent transition damage to the structure in this area.
such as blood vessel hematoma and nerve paresthesia. حضرتك لو ايه يعني وانت بتدي بتديها بعنف شويه ممكن تخبط blood vessels او blood capillary موجوده في الاريا دي تعمل هيماتوما، او حضرتك يعني تكون منشن على النيرف اندنج بالظبط وتقوم ايه معوره يحصل تنميل في المنطقه اللي سبلاينج بالنيرف دي. دي الديس ادفانتج، التلات ديس ادفانتج بتوعنا. اسبيريشن قلنا احنا بنعمل اسبيريشن ليه؟ عشان لو احنا داخلين في بلاد فيسلز نطلع بره خالص ونبتدي نعمل ريدايركشن تاني. قال لك هنا رير يعني مفيش الاسبيريشن بتاعه نيجاتيف، يعني مش هتسحب دم وانت بتعمل اسبيريشن. بيشنت بوزيشن هيد نيك اند ترانك اون ذا ستريت لاين ان ا سيمي سوباين تو سوباين بوزيشن. البيشنت بتاعك بيبقى قاعد يا اما سوباين يا اما سيمي سوباين بوزيشن. الاوبريتور بوزيشن in front of the patient تبقى واقف لما قدام العيان رايت او ليفت، بقى لو انت ليفت هاند تبقى ليفت العيان، لو انت رايت هاند ده الطبيعي او مش الطبيعي ده يعني الموست كومن فبتبقى جنب العين اليمين. نيدل بتاعتك تبقى 27 جوج شورت نيدل. شورت ليه؟ لان انت بتعمل انفلتريشن، احنا بنستعمل في الانفلتريشن شورت نيدل فور ايفر، لكن طبعا هنقول بعد كده النيرف بلوك نستعملها لونج نيدل. نكمل يا دكاترة. area of insertion height of the bucobuccal fold above the apex of the tooth being anesthetized. بص يا دكاترة قاعدة عامة في الانفلتريشن، حضرتك بتعمل ايه؟ بتجيب السنة، نبص كويس على الدياجرام، نجيب السنة اللي احنا نشتغل فيها وندي انفلتريشن، نقسمها imaginary بالتخيل. مش حضرتك هتجيب البير وتقسمها اكيد، لا طبعا imaginary هتجيب هتتخيل ان احنا قاسمينها لونج دايسكشن بالطول زي ما انا بشاور كده، وهتتخيل ادي خط، الخط التاني اللي هو موازي للميوكوباكال فولد، تمام؟ موازي للميوكوباكال فولد. above the apex هتعمل palpation وتشوف الابيكس بتاعتك فين of the tooth being يعني عند الميوكوباكال فولد، الخط القاطع ما بين الميوكوباكال فولد و توث تو بي انسستايز اللي هو اللونجتيدينال سيكشن بتاعها، الخطين دول بيتقاطعوا في نقطة حضرتك تبتدي تدي الانستيزيا فيها. قاعدة عامة، قاعدة عامة، فوق تحت رايت ليفت انتيريور بوستيريور زي ما انا بقول كده، تقسم السنة بالطول مع خط بالعرض بيكو باكال فول، الخط النقطة المتقاطعة دي هتبتدي تدي فيها الايه الانستيزيا، وانا هسيبها لك كده. target area apical region of the tooth to be anesthetized landmark bucobuccal fold crown of the tooth root contour of the tooth. يعني crown of the tooth root contour of the tooth ده اللي بيعملوا لك الايه tooth structure. point of insertion intersecting of two imaginary lines يعني تقاطع هاتان او هذين الخطين، هذين الخطين تقاطعتهم ده اللي هتدي فيهم الايه الانستيزيا. orientation of the bevel toward the bone from the same side. احنا قلنا النيدل بتاعتك فيها بيفل هتبقى في toward ايه toward the bone. direction of needle insertion قال لك حضرتك وانت بتدي ما بتبقاش parallel للبكر بليت اوف بون. ايه بقى البكر بليت اوف بون دي؟ العظم بتاعك بتاع المجزله بكلي اسمه بكر بليت اوف بون، النيدل بتاعتك ما بتبقاش بره ليها، النيدل بتاعتك بتبقى 45 درجه 45 درجه to the long axis of the tooth from the same side من نفس الناحيه. يعني حضرتك بتدي بكر انفلتريشن اوف ابر رايت سنتر، يبقى حضرتك هتشتغل في الابر، هتتجه التوس النيدل بتاعتك من الناحيه بين الرايت سايد. حد هيقول لي يعني انا هشتغل في الرايت وادخل بالنيدل من ناحيه الليفت، فبعض التكنيكس هنقولها دلوقتي اللي هي البالاتال تكنيك بندخل من الاذر سايد، لكن كل البكر تكنيكس بتدخل من، انا بتكلم عن انفلتريشن من ذا سيم سايد، مش عايزك تتلخبط، هي تيجي بالايه بالوقت. يبقى دايركشن اوف ذا نيدل 45 درجه تو ذا لونج اكس اوف ذا توث فروم ذا سيم سايد. ساينز اند سيمبتومز سبجكتيف ساينز وعندك اوبجكتيف. الفرق بين الاثنين السبجكتيف ده اللي العيان بيقول لك عليها، الحاجات اللي قولها لك العيان جايه من سبجكت يعني فاعل يعني البيشنت. هل البيشنت لما يتخدر في المجزله بيقول بيحس بحاجه؟ قال لك المفروض ان مفيش في الانفلتريشن اي نمنس ان ذا اريا
في ادمنستريشن، حتى انت بتشتغل فيها هو ما يقولكش انا حاسه الدكتور بنمنس، المفروض ما يقولش. هتقولوا بعض العيانين هيقولوا اللي هي حتى بتبقى فولنس، يعني مكان الايه، مكان الانستيزيا من داخل بيعملوا فولنس، ولو قال لك خير وبركه المشكله يعني. طيب اوبجكتيف وسبروبنج باك، يعني ايه اوبجكتيف بقى؟ حضرتك اللي بتعمل الاكشن، حضرتك المفعول به بتعمل الاكشن يعني، او مش المفعول به يعني، حضرتك اللي بتعمل الاوبجكت نفسه اللي هي ايه، بتخش بالبروب وتعمل بروبنج للبكال اند بلاتال ميكوبريورستيم اند بريدونتال ليجمنت، هتلاقي ان مفيش بين، يعني معنى كده ان الانستيزيا سكسس. ابسس اف بين ديورنج تريتمنت، وده اكبر دليل ان انت حضرتك بتيجي تعمل اكستراكت او بتعمل اند او اوبرت في البيشن بتاعك قاعد ستيبل ومش وبينلس، يعني مش حاسس بقلق. فيلير اوف انستيزيا، طب ايه اللي يخلي عندي فيلير الانستيزيا؟ يعني خضرت والبيشنت بيتألم. لكن نيد التيبس لايز بيلو ذا ايبكس along the root of the tooth deposition anesthetic solution below the apex of the maxillary tooth result in excellent soft tissue. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك لو حصل فيلير يبقى انت حضرتك حطيت النيدل above the root above the apex، او مش هنقول بقى above، يعني ما وصلتش حضرتك للايبكس وحطيت الانستيزيا بتاعتك تحت الميوكوزا. طيب ده فيلير قفل لو انت هتشتغل اكستراكشن او هتشتغل اندو او اوبتيف، لكن لو انت حضرتك هتعمل حاجه سوفت تيشو شغال ماشي معاك. طيب نيدل تيب لايز تو فار فروم ذا بون، طب انا كده ما وصلتش للايبكس، او حطيت النيدل بعيد خالص بعيد خالص عن الايبكس بتاع الروت بتاع التوس، برضو الانستيزيا عقبال ما توصل ممكن تبقى ضعيفه او يحصل لها سبريدنج في الاريا اللي انت عملت انسرشن فيها بعيد عن التوس ستراكشر، فمثلا ما تخدرتش. To correct redirect the needle closer to the periosteum، حضرتك عشان تعدل هتدي كربولة تانية وتديها بوزيشن تاني صح، زي ما احنا قلنا according to the two intersecting line، واحد bisecting the tooth والتاني موازي البيكو بكال فولد، تقاطعهم هيديك بوينت تدي فيها الايه الانستيزيا. Periosteal injection، السبريوستيال انسكشن من اسمها يعني تحت البريوستيا، ذا سيم از ذا سوبرا بريوستيال بات اذا نيدل از انسرتد بيلو ذا بريوستيال ليتر. يعني ايه؟ قال لك السبريوستيال انت حضرتك، احنا قلنا البريوستيال ده اتفقنا على ان هو اول طبقه في البون، طبقه سوفت بس هي اول طبقه في البون، لونها حتى بينك، بينك شريد يعني روز محمر او بامبا محمر، دي موجوده لو حضرتك فتحت على البون هتلاقيها موجوده. السبريوستيال يعني انجكشن، يعني هتحط الانستيزيا تحت الايه البريوستيوم، بس ذا نيدل از انسرتد بلو ذا بريوستيال، يعني هتخارم البريوستيوم اللي هي السوفت تيشو لير دي وتدخل الانجكشن بتاعك تحتها او النيدل بتاعتك تحتها. تو بينفل ديو تو تاف اند ادهيرنت كاركتر اوف ذا بريوستيوم، البريوستيوم بتاعك زي ما قلت لك هو طبقه خفيفه وسوفت تيشو لكن لازقه في البون، لو حضرتك مصمم انك تدخل نيدل تحتها هتبقى شويه بينفل بالنسبه للعيان. الحاجه الثانيه there is no tissue space to accommodate the anesthetic solution، انت بتدخلها انت عندك طبقه سوفت تيشو ادهيرنت للايه للبون عشان تخرمها وتحط الانستيزيا تحتها، ايه اللي هيحصل؟ ان انت السبيس اللي ما بينها وما بين البون قليل جدا، فهيحصل اكوميوليشن للانستيزيا فده كمان هيزود البين، ضغط الانستيزيا في حته صغيره فده كمان هيزود البين معاك. There's a great resistance during injection، ده كمان فيها great resistance، يعني ايه؟ هتلاقي ضغط جامد قوي السبيس صغير وانت عمال تضغط على اخطاء على الكربوله فممكن تلاقي مقاومه شديده. This may lead to sloughing of tissue with post operative ulceration، هتلاقي ان التيشو بتاعتك sloughing بالعربي يعني مجرمزه خشنة، بعد ما تخلص هتلاقي التيشو بتاعتك مجرمزة نشفت خشنة. بكال انفلتريشن بروسيجر، بيقول لك بقى التكنيك ازاي هتتم ازاي، انا قلت لك شرحتها لك على الدايجرام وقلت لك احنا بنعمل ايه والبوينت اوف انسرشن ايه والنيرف تو بي انستايزد ايه والكومبليكيشن والسايد افكت والديس ادفانتج، شرحنا كل حاجه. طب التكنيك نفسه بيتم ازاي؟ lift the lip or cheek and pulling the tissue tooth، يعني ايه؟ يعني حضرتك هتعمل ريتراكشن للليب او للتشيك على حسب الشغل اللي انت بتشتغله فين، وتخلي التيشو بتاعتك توت يعني مشدوده عشان ما تبقاش موبايل تحت ايدك.
upper and lower anterior area the tissue are retracted by operator left hand. حضرتك في فوق وتحت في الانتيريور ريجون عند الليب فوق وتحت تعملها بايديك عشان ايه الليفت هاند ايه ده لو انت رايت هاندد هتعملها بالليفت هاند لو انت ليفت هاند تعملها بالرايت هاند. posterior maxilla the tissue are retracted by mirror. طبعا ورا بتعمل retraction بالايه بالميرور. orient needle so bevel face the bone. ده حاجه متفقين عليها خلاص. هتمسك النيدل السيرنج بتاعتك 45 درجه with long axis of the tooth. مش احنا قلنا هنعمل long axis of the tooth and do to the buccal cortical below. انت عندك point of insertion اللي هي تاني هقولها للمره الرابعه ان ما بين اللونج اكسس اوف ذا توث وما بين البيكو بكر فول. طب ادخل برر لا للبكه بيوت اوف بون؟ قلت لك لا 45 درجه. لو انت مش فاهمها قوي وانا بشرحها احد من الساده الدكاتره اللي موجودين في العيادات هيشرحها لك او يوريها لك بالظبط تتعمل ازاي. خمس النيدل بتاعتك عامله زاويه 45 مع البكر بيوت اوف بون او اللونج اكسس اوف ذا توث. ادفانس ذا نيدل انتل اتس بيفل از ات اور اباف ذا ايبيكال ريش. قلنا لازم تبقى عند الايبكس اوف ذا توث. النيدل بتاعتك خمسه انزلت 25 نيدل انتو ذا هايت اوف ذا بيكو بكر فورد اوفر ذا تارجت توث. ممكن 25 وممكن 27 بس يعني الاثنين اتس اوكي شغالين معاك كويس في الانفلتريشن تكنيك. وشورت طبعا الشورت دي ما فيهاش فصال. الموست انستانس ذا ديبث اوف بنتريشن از اونلي فيو مليمترز. يعني حضرتك وحضرتك بتدي الانجكشن زي ما واضح في الصوره كده او في الدايجرام قدامي او في الصوره اللي قدامي الفوتوجراف اللي قدامي ان انت بتنزل بس فيو مليمتر. دو اسبيريشن ان تو بلينز اف نيجاتيف انجكشن. اف نيجاتيف انجكت سلولي اوفر 30 ثانيه اباوت 1.5 مليمتر ليبيالي. يعني ايه؟ بيقول لك انت هتعمل اسبيريشن بعد ما تدخل النيدل في الاتجاه اللي قلنا عليه وتبتدي حضرتك تعمل اسبيريشن. لو نيجاتيف ادي الانستيزيا في حدود 30 ثانيه 1.5 مليلتر ليبيالي. وذرو ذا سيرنج نيدل بيفل استورد ذا بون نيدل انسيرشن بوينت انترسكتنج اوف تو ميشنري لاينز لونج اكس اوف ذا توث ميكو بكال فولد انسيرت ذا نيدل تيل ذا بون از ريتشد ديبوزيت 1.5 سي سي سلولي. يعني انت حضرتك هتدي البكل او الليبيال انفلتريشن 1.5 سي سي يعني سنتي ونص من الكبره. الكبره بتاعتك كام؟ 1.8 حضرتك هتدي منها 1.5 سنتي ومساحب النيدل بتاعتك جنتلي. حد يسالني امال الثلاثه دول هسيبهم هرميهم؟ قال لك لا دول هنستعملهم في البلاتال انفلتريشن. ادي اهو المفروض يعني الصوره دي مش باينه عشان فرونتال فيو. المفروض ان دي 45 اهو الانجل هنا اللي حتى بشاور عليها دي وبرده دي فرونتال فيو مش باينه لكن هي 45 ديجري. ادي البلاتال انستيزيا. انستيزيا اوف ذا هارت بلات از نيسيسري فور دنتال بروسيجر. محدش يقول انا هدي بكل واخلع هتلاقي البيشنت بيصرخ ويعيط وممكن يتخانق معاك يعني مش عايزه اقول يضربك لو انت خلعت له من غير ما تدي بلاتا انفلتريشن. حد يقول يعني 2 تو 3 مليلتر دول البساط دول هم دول اللي هيخلوه ساكت؟ اه طبعا لان دول المنوط بيهم انك تخدر البلاتا بيكو بالاسط. حضرتك بتجيب السمنه بكر وبتجيبها بلاتا لازم البلاتا يكون متخدر عشان العيان ما يحسش. ادمنستريشن اوف بلاتا انستيزيا از ون اوف ذا موست تروماتيك بروسيجر. شوفوا بقى بيقول لك على قد ما مهم جدا على قد ما هو بينفول. بينفول ليه؟ عشان انت حضرتك السوفت تيشو بتاع البلت هارد. هو سوفت تيشو زي ما انا بقول ما فيهاش فصال لكن مشدود على عظم فهو هارد. طيب عشان اخلي الالم فبيبقى بينفول عشان اخلي الالم شويه اقل قال لك بعمل ايه؟ هتقول العيان التخدير اللي انا عامله لك في الحته دي شويه الم شويه مؤلم. ما تكبروش الموضوع طبعا عشان هو ما يبقاش اكسجريتد يعني. قول له بس ايه هيقلبك حاجه بسيطه. بالميز ذا بيشنت تو بيكم مور بريبيرد يعني سايكولوجيكال انت بتحضره انه هيحس بالم بسيط. قلت له هتحس بالم بسيط. ريليفز ذا ادمنستريتورز ريسبونسبيلتي وين ذا بين اوكيرز. انت كده شلت مسؤوليتك هو ما تفاجئش. باراتال نيرف بلوك ار ليس بينفول اند اتروماتيك ذان باراتال انفلتريشن. اما تيجي حضرتك مش احنا قلنا ان دي انفلتريشن
طالما انفيزيشن يبقى ينفع مع يبقى ينفع بديله ايه نيرف بلوك. قال لك للمفاجأة ان النيرف بلوك هنا احسن. احسن ليه؟ هنقولها في وقتها اما اجي اشرح لك التكنيكس اوف نيرف بلوك. Thus, nerve block are commonly used for palatal anesthesia. عشان كده بقول لك في بعض دكاترة الأسنان بيفضلوا النيرف بلوك أحسن لأنه أقل في البنفل. طيب حد ملاحظ هنا الصورة دي فيها حاجة؟ طبعا كان نفسي أسمعكم، لكن اللي أنا عايز أسمعه أو الكومنت اللي عايز إن حضرتك هنا بتخدر الـ upper right، هنقول مثلا 6 أو 5 whatever، يعني الـ upper right حضرتك داخل منين؟ من الليفت سايد، من الابر سايد، وده اللي انا بقول عليه. اما بتيجي تدي ليبيال بتدخل من ذا سيم سايد، اما بتيجي تدخل بالاتال بتبقى من الاذر سايد. مهمه جدا وفي العملي حضرتك لما تيجي تمتحن ودخلت من الاذر سايد يبقى كده انت خلاص يعني ان شاء الله نجحت في العملي، لكن لو حضرتك دخلت من ذا سيم سايد بالبالاتال حضرتك بتبقى فيتال ميستيك، غلطة ما بتغتفرش، لأن ده تكنيكس ساينتفك تكنيكس ما فيهوش فصال، ما ينفعش فيه إبداع. حضرتك ما تبدعش وتقول إيه لا لا ما هي سهلة سهلة هدخلها من ناحية، لا مفيش حاجة اسمها كده. في تكنيكس، في بروسيجرز بتتبعها، في ساينتفك بيز أنت عارفها لازم تطبقها. يبقى البلاتال من فروم ذا أنستيزيا فروم ذا أذر سايد. البروسيجرز بشرح لك تاني. ask the patient to do the following، افتح بقه على الاخر open wide، extend the neck، النك بتاعت البيشنت تكون extended، turn the head to the left or right of improved visibility، حرك العيان زي ما انت عايز بس المهم تكون شايف. prepare the tissue، بتحضرها بالانتيسبتكس clean and dry with sterile gauze، apply topical antiseptic لو انت عايز تحط topical antiseptic. If you apply topical anesthesia you have to dry and put antiseptic again. طب واحد عايز يحط يقول لك حضرتك قلت ان هو بنفل فانا هحط ايه؟ هحط topical. حطيت topical يبقى حط لي تاني ايه؟ antiseptic تاني. و27 gauge short needle is ايه؟ is recommended. شايفين احنا داخلين منين يا دكاتره؟ from the other side. Palatal infiltration of anterior area is too difficult to be performed due to presence of rouge area and the narrowing of the maxilla anterior. لو تفتكر زمان او يمكن اتخذ في البروستيزيس الانتيريور ريجون في البالت فيها روجي اريا بتبقى شويه طف اكتر، يعني البالت طف وهي طف اكتر وبتبقى irregular، عشان كده لما بتدي تدي فيها الانستيزيا بالنسبه للبالتال انفلتريشن اوف الانتيريور تيس بتبقى شويه ايه بينفول. بوينت اوف نيدل انسرشن ميد واي. طب انا بقى حضرتك هدي بقى البلد، حضرتك قلت انت هترد عليا تقول لي انا قلت لي ادخلي من الاذر سايد، ماشي هديها فين بقى؟ هديها هنا، ادي التوس اللي انا هخدرها اهو، اديها هنا ولا هنا ولا هنا ولا اديها فين؟ حضرتك هتقسم لي البلد ميد لاين، هو موجود اوريدي، المسافه ما بين الميد لاين وما بين التوس تو بي اكستراكتد دي المسافه دي هتتقسم نصين، تمام؟ يبقى النص ده قد النص ده. بعد ما تتقسم نصين هتجيب النيدل وتدخل بيها مع حركة البوينتر كده في الميد واي بتوين الميد لاين اند توس تو بي اكستراكتد. ده اللي هقولك دلوقتي. نيدل دايركت فروم ذا اذر سايد تو بي رايت انجل ات ذا بالاتال فولت. طب النيدل نفسها يا دكتورة هتبقى بزاوية كام؟ قالك 90 درجة. 90 درجة. طب ازاي بقى حضرتك قلت لنا 45؟ 45 ده يا دكتور 45 ده في الليبيال سايد اوف ذا توس، وعلى بحط النيدل 45 درجة على الليبيال او البكر بليتف بون، لكن البلاتال يا دكاترة بتبقى النيدل بتاعتك 90 درجة. اللهم بلغت اللهم فشحت. يعني لازم تكون حاطط البونس دي تفكيرك وانت بتشتغل مع العيان، مش عشان الامتحان بس، لا وانت بتشتغل مع العيان. بيفل تورت ذا بون هحط 2 من 10 0.2 تو 0.3 سي سي اللي فاضلين عندك في الكربوله. حد يقول لي لا ده انا خديت الكربوله كلها ما فاضلش عندي حاجه، افتح واحده ثانيه وادي وانت رجبته لنفسك اتكلف بقى. دونت جو بوستيريور تو ذا روت اوف ذا ابر سكند مور. حضرتك لو هتخدر 6 ده مكانه، هتخدر 7 وهنقول عليه دلوقتي، اوعى توصل اوعى توصل للديستال سيرفس بتاع السفن،
بتاع السيفن، وهقول ليه دلوقتي. اوعى توصل للديستال سيرفيس بتاع السيفن. دي الملحوظه اللي انا هقولها. All maxillary teeth are injected at their apex except of upper 8 which is injected distal to the 7. بص يا دكاترة، اللي انا قلته المحاضرة دي في الانفلتريشن تكنيك بينطبق على السنين من السنترال لغاية السفن، تمام؟ طب انا عايزة اخلع ال 8 وده ما اكسره. 8 حلو قدامي كده لطيف ظريف، عايزة اديه انستيزيا بكال والبلاتل وايه واخلعه. قال لك اوعى تدي الانستيزيا بتاعت الايت ريليتد تو ذا ايبكس اوف ذا روت. معقوله؟ اه تبكر. واوعى تديها بلاتال ريليتد تو ذا ايبكس اوف ذا بلاتال روت. يعني امال انا هحضر ايه؟ قال لك الانستيزيا بتاعتك بتاعت الايت هتديها عند الديستال سيرفيس بتاع السفن. طب ليه؟ احنا كده غيرنا. غيرنا بس لازم. شوف انا كاتبه لك ايه؟ بقالي to avoid injection into interrogate venous plexus with subsequent toxicity. قال لك حضرتك لو الايد بتاعك بتاع البيشنت اللي قدامك ده موجود قريب من التيبروستي، وان احنا التيبروستي في محطات الانرفيشن وراها ايه؟ التريجويد فينس بلكسس. قال لك اول ما تدي هيقوم الانستيزيا بتاعتك راحت التريجويد فينس بلكسس. وزي السؤال اللي جالكوا قبل كده في الامتحان، انتروجيت فينس بلكسس دي هتوصلك بقى ايه؟ هتعمل سبريدنج، توصلك للاوف سيلبيك وللاوربت وهتعمل لك مشاكل. صح؟ طبعا صح. طيب بالنسبه، طب حضرتك قلت بلاش الباك البلاتا برضو هدي سيفن ليه عند الديستال سيرفيس بتاع السيفن؟ قال لك عشان عندك جريتر بلاتاين فورامين لايز انتيريور تو ذا ثيرد مولر. الجريتر بلاتاين قريب قوي من ما بين السيفن والايت او ريليتد للثيرد مولر. And the nerve supplying this region travel in a posterior direction. النيرف اللي سبلاينج الحته دي موجود اكستندد للبوستيريور دايركشن. سو ذات، طب ايه اللي حتى لو حصل وانا اديت الانستيزيا وسبريدد للبوستيريور دايركشن؟ قال لك عشان نمنع الانستيزيشن of laser palatine nerve which lead to gagging sensation and sensation of suffocation due to numbness. حضرتك لو جت جنب قدام الايد بالاتري واديت الانستيزيا، ايه اللي هيحصل؟ لكن الانستيزيا دي هتخدر لك الليزر بالاتين نيرف. قال لك الليزر بالاتين نيرف ده هيدي احساس بالجاجنج سنسيشن، مش عاوز يرجع لان حصل نمنس. فين نمنس؟ في الاريا دي اللي هي السوفت بلد. طيب ايه كمان؟ انا برضو بدي الانستيزيا بالتكنيك ده في البلد. avoid forcible pushing of anesthesia into the orbit through trigo palatine fissure and inferior orbital fissure. تمام. تاني قال لك حضرتك لو انت ما خدتش بالك او استهترت واديت الانستيزيا بعد السفن عند الايد، قال لك احنا قلنا قدام الايد في ايه او ما بين السيفن والايت؟ جريتر بلاتاين فورامين. قال لك الجريتر بلاتاين فورامين ده لو انا بصيت جواه هلاقي فيه كنال. قال لك الكنال دي هتوصلني لايه؟ للانفيريور اوربيتال فيشر. سوري انا اسفه، افويد فورس بالبوشنج اساسي انتو ذا اوربت ثرو تريجو بلاتاين اس فيشر. هعيدها لكم تاني. قال لك مش هندي الانستيزيا وهنعمل لها بوشنج انتو ذا اوربت ثرو تريجو بلاتاين فيشر. انت عندك في الحته دي قلنا ايه؟ قلنا في جريتر بلاتاين فورم. طب الجريتر بلاتاين فورمن بتوصلني لايه؟ للتريجو بلاتاين فيشر. والتريجو بلاتاين فيشر يوصلني لايه؟ للانفيريور اوربيتال فيشر. لو احنا على السكال وبشرح لك، هقوم جايه من عند الجريتر بلاتاين فورامين وادخل واير هتلاقيه طالع من الاوربت بتاعت العيان. لو انا على السكال معنى كده ايه؟ ان حضرتك لو اديت انستيزيا في الجريتر بلاتاين فورامين هتخش فين؟ هيحصل لها سبريتنج في التريجو بلاتاين فيشر، وبعدين فين كمان؟ هتقوم داخله على الانفيريور اوربيتال فيشر. هيحصل ايه بقى ما تدخل في الانفيريور اوربيتال فيشر؟ قال لك بيرمننت بلايدنس
if we use anesthesia with vasoconstrictor, وتمبرري بلايدنس اف يوز بلان انستيزيا. ياه طبعا انت دخلت انستيزيا جوه الاوربت. قال لك لو هي فيها فازو كونستريكتور البيشنت هيتعمل، لو هي ما فيهاش فازو كونستريكتور وده ما بنستعملوش كتير البيشنت بتاعك هيحصل له تمبرري بلايدنس، يعني شويه عمى كده ويرجعوا تاني. لكن في الاولانيه اللي مع الفازو كونستريكتور هيحصل له بيرمننت بلايدنس. دو انستيتك تيست. طب انا خلصت خلاص، اديت بكر بالطريقه المظبوطه واديت بلتر بالطريقه المظبوطه. لو انا عندي السنان من 1 لـ7 انا بعيد تاني، هدي مع التكنيك العادي اللونجيتودينال لاي سيكشن بتاع التوس مع الميكو بكر فيستيبيول، يبقى في بوينت فيها انترسكتنج بوينت ادخل عليها 45 درجه، البلتر فروم ذا اذر سايد وادخل 90 درجه، وميد واي بتوين الميد بلتر بلين مع توس مع السيرفيكال لاين بتاع التوس، وفي النص ودي من اذر سايد 90 درجه ما عدا قلنا الابر ايد. ما اقدرش ادي في الابر ايد اخري عند الدسر بتاع السيفن عشان ما اعورش الترجوي فينس بلكسس ودي في انستيزيا وتعمل لي مشكله، وعشان كمان ما اديش الانستيزيا في الجريتر باراتايل فورامن ده ناحيه البلد اللي هيخش لي على الاوربت، اما يعمل لي بيرمننت بلايندنس اما يعمل لي temporary blindness. طيب ده التكنيك اللي انا قلته ملخصه. طيب هنا بقى اعمل تيست ازاي؟ قال لك هتعمل تيست للبكال وباتل الليبيال او بكال ميكوبروسيوم واللينجوال ميكوبروسيوم او الباتل عن طريق الايه البروب وبريدونتال ليجمنت. هتخش كده في البريدونتال ليجمنت وتعمل تيست. المفروض اذا كان ان السن البيشنت عندك ما يحسش باي بين او بالبنكشر بتاع البروب. All maxillaries are injected at their apex except upper 8 which is injected distal to 7. وعدتها لك كشرح وك right hand أو handwriting أكتر من مرة عشان so important. أدي الصور فرج عليها. أدي هو ها ألف شكر ليك يا دكاترة، إن شاء الله نتقابل في المحاضرة القادمة على خير بإذن الله.